خلينا نروح سريعا لمراسلنا محمود جميل عشان نتعرف منه يجمل لنا برضو ما تم بالأمس ونشوف كمان ايه الفعاليات اللي هتقام النهاردة. محمود صباح الفل. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنصبح عليكم من مدينة العالمين الجديدة، المدينة الساحرة والمدينة الجميلة واللي بتتمتع طبعا بوجودها في على شاطئ البحر المتوسط. الحقيقة فعاليات المهرجان في الأسبوع الأول فعاليات قوية جدا ومبهجة جدا، وبتجمع أجواء عديدة ما بين الأجواء الحماسية والأجواء المبهجة في مدينة العالمين الجديدة. يمكن امبارح كنا بنتابع يوم مهم جدا مع الجماهير ومع الزائرين اللي موجودين في مدينة العالمين وفي أحد الشواطئ اللي بتستضيف هذه الفعاليات، وكانت فعالية تحدي الجيل الذهبي بمشاركة نجوم مصر في كرة القدم. والحقيقة امبارح كان في أجواء مختلفة يمكن كنا مفتقدينها من زمان، يعني بدأنا ان احنا نرجع كده لأمم أفريقيا 2006 و2008 و2010 بكلمات التشجيع اللي كانت موجودة مع الجمهور. أولا امبارح احنا كان عندنا أربع فرق، فرقة كابتن حسام غالي، فرقة كابتن حازم إمام، فرقة كابتن محمد فضل، وفرقة كابتن أحمد حسن الصقر. طبعا المباريات امبارح فريق كابتن محمد فضل قدر ان هو يفوز على فريق كابتن أحمد حسن 10-9 من خلال ضربات الجزاء، وفريق كابتن حسام غالي قدر يحقق الفوز على فريق كابتن حازم إمام بسكور 4-3. فبالتالي كانت مباراة يعني مباريات جميلة جدا. بدأنا نشوف بقى التشجيع اللي كنا بنسمعه زمان، يعني أرقص يا حضري، لو عايز تهده جيب له جده، الصقر أحمد حسن، الكابتن حسام غالي. بدأنا نشوف كل كلمات التشجيع، والحقيقة كان في فرص كبيرة جدا بين الأربع فرق وهجمات مرتدة ما بين الفريقين. كابتن خالد بيبو كمان كان يعني متألق. طبعا بنشكرك يا محمود، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، واحنا هنتابع معاكم طبعا لحظة بلحظة فعاليات المهرجان خلال الأيام الجاية كمان يا جماعة.